لأن تحية من جديد وجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل المتابعين الأوفياء والأعزاء من قناة الشعب قناة شوف تي في، أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من مدينة بني ملال. صباح الخيرات عليكم جميعا، يومكم مبارك سعيد إن شاء الله تعالى، نهاية أسبوع موفقة للجميع. طقس بارد جدا هنا صبيحة اليوم. متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، المحرار يسجل 8 درجات مئوية بعد 9 صباحا بتسع دقائق، يرتقب ويتوقع أن درجات الحرارة غادي ترتفع بعد زوال اليوم وتوصل إلى 21 درجة مئوية كأعلى مقياس في الحرارة العليا، كما يرتقب ويتوقع أن درجات الحرارة غادي تنخفض بالمساء والليل وتوصل إلى 8 درجات مئوية كأدنى مقياس في الحرارة الدنيا. سرعة الرياح تعادل 4 كيلومترات في الساعة، نسبة الرطوبة تتجاوز 77%. بقليل صباح الخيرات عليكم جميعا، يومكم مبارك إن شاء الله تعالى. كيف هي الأجواء عندكم مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في؟ هنا ببني ملال الأجواء باردة، طقس بارد، برودة شديدة في الطقس تسجل في اليومين السابقين وكذلك صبيحة يومه الأحد 11 فبراير 2024. برودة شديدة في الطقس تسجل صبيحة اليوم متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في. وهي نفس الأجواء التي تسود في مختلف وعموم مدن الجهة الرئيسية، كما هو الحال والشأن في مدن قصبة تادلة، أبي الجعد، وادزم، الفقيه بن صالح، أزيلال، خنفرة، وخريبقة، وأقاليم الجهة الخامسة. برودة شديدة في الطقس تسجل صبيحة يومه الأحد 11 فبراير من سنة 2024، واليوم فاتح شعبان، فاتح شهر شعبان، اللهم بلغنا رمضان بطبيعة الحال على بعد شهر من الآن. اليوم هو فاتح شعبان، أذكر متابعي مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في 8 درجات مئوية اللي كتسجل في الحرارة صبيحة يومه الأحد بعد 9 صباحا، يرتقب ويتوقع أن درجات الحرارة لترتفع شيئا ما، مازال منخفضة بطبيعة الحال، كتسجل دائما الانخفاض النسبي الملموس، غادي توصل 21 درجة مئوية بعد زوال اليوم كأعلى مقياس في الحرارة العليا، كذلك يرتقب ويتوقع أن درجات الحرارة غادي تنخفض بالمساء والليل وتوصل إلى 8 درجات مئوية في الحرارة الدنيا كأدنى مقياس. سرعة الرياح تعادل 4 كيلومترات في الساعة، نسبة الرطوبة كتوصل إلى 77%. صبيحة اليوم مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، هذه الأجواء العامة هنا ب
أروس وجوهرات الأطلس المتوسط، عاصمة جهة بني ملال خنفرة، مدينة بني ملال. مازال تسجيل، يعني لا زالت درجات الحرارة تسجل انخفاض ملموس نسبي ملحوظ هنا بسفوح ومرتفعات الأطلس المتوسط والسهل تادلة. كذلك أجدد الترحاب بكل من التحق بي في هذا البث المباشر من عروس وجوهرات الأطلس المتوسط في هذه الأثناء، في هذه اللحظات. متابعينا مشاهدينا الكرام، من أين تتابعون معي هذا البث المباشر؟ صباح الخيرات عليكم جميعا من بني ملال. منين غادي تردوا عليا بطبيعة الحال؟ أي مدينة أو من أي دولة أو من أي منطقة؟ أجواء مباشرة أنقلها لكم بالصوت والصورة من شارع محمد الخامس الرئيسي بالطريق الرئيسي المؤدية إلى مدينة قصبة تادلة. وبطبيعة الحال الشوارع شبه خالية صبيحة يومه الأحد. بطبيعة الحال كيف العادة كيف ديما، فالملاليين كيستغلوا يوم الأحد لأخذ قسط من الراحة وساعات نوم تكون طويلة شيئا ما، فكيصبحوا ناعسين يوم الأحد وكذلك السبت، يعني عطلة ثانية الأسبوع في الويكاند. فشوارع المدينة تصبح شبه خالية مع حركة سير وجولان قليلة وخفيفة، لأن مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في هذه الأجواء العامة من عروس وجوهرات الأطلس المتوسط مدينة بني ملال عاصمة جهة بني ملال الخنيفرة. دائما سجل انخفاض نسبي ملموس يسجل في درجات الحرارة، 80 درجة مئوية تسجل بعد 9 صباحا ب17 دقيقة بالضبط. أجواء صباحية مثيرة مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في من هنا من عروس وجوهرات الأطلس المتوسط. كيف هي الأجواء عندكم؟ منين كتشاهدوا معايا هذا البث المباشر أو منين كتتابعوا معايا هذا اللايف؟ أي منطقة من أي مدينة؟ صباح الخيرات عليكم جميعا. ما قلت متابعينا مشاهدينا الكرام، هذه الاجواء العامه صبيحه اليوم، هذه احوال الطقس والحاله الجويه. وبطبيعه الحال متابعي قناه شوف تي في دائما اجواء مباشره ساحره صباحيه من هنا من بين جبال الأطلس المتوسط. دائما برودة مسجلة في الطقس، انخفاض تسجيل انخفاض نسبي ملحوظ وملموس في درجات الحرارة صبيحة اليوم. مع سطوع الشمس باردة صبيحة يومه الأحد متابعي قناة شعب قناة شوف تي في إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها. مع تحيات أخوكم طارق، دائما أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.